السلام عليكم، اهلا فيكم. المراجعه الكامله للماجيك كيبورد، صدق انه ماجيك كيبورد صدق عجبني، يعني ابدعت ابل في ذا الكيبورد مع التراك باد. لو نتكلم كبدايه حق الماتيريال، تكلمت لكم الفيديو اللي راح عن انطباعي له كبدايه، انطباعي الاولي او نظره اوليه، لكن كماتيريال كصناعه ممتازه. انا ما اشتكيت ولا حد اشتكى من الكيبورد القديم في الصناعه، حلوه ممتازه. طبعا سامحوني على كيف شكله صاير، ان استخدامي لحين تقريبا سنه وشوي من 2018. ككتابه في الكيبورد القديم بعض الاشخاص ما يعجبهم، لان اصلا حركه مسويتها ابل الجديده هنا، مش كيبورد ضغط نفس التابلتات الثانيه. مثل لو بتقارنها مثلا بمايكروسوفت، ما يحتاج حتى مايكروسوفت كامل، ناخذ بس الكيبورد حقه مايكروسوفت. هنا شوي كيبورد طبيعي او حق تابلت حلو، فابل هنا كانت بحركه غير. انا عجبتني، استخدامي طبيعي له وعجبني. فالجهاز الجديد ما حد راح يقول ما بعاجبه، لانه خلاص كتابلت كيبورد طبيعي في الاستخدام، فحلو بالضغط، حلو بكل شيء. ويجيك برضه بالعربي، تقدر تطلبه من ابل اذا كنت في امريكا. اذا كنت في امريكا تبي تطلبه من الدول الثانيه، لازم يكون عندك حساب امريكي وعندك بريد امريكي هنا، واحيانا ابل تكنسل. فما انصح انك تحاول تسوي كذا. اذا كان في شخص يقدر يطلبه لك، يطلبه لك ويرسله لك، اذا كان شخص موجود هنا عايش هنا يعني، او تنتظر الين ينزل في السوق عندكم. فاي شركه شريت منها الايباد موزع رسمي في السعوديه وكل شيء راح يجيب الكيبورد 100%، يعني نفس الحركه، يعني جرير اكسترا شركات ثانيه كلها راح تجيبه يعني بالضبط. لكن ننتظر نشوف متى. السعر قلت لكم عن السعر غالي، يعني في شيء انا ما بعجبني في الجهاز. اول حاجه السعر، $300 حق 11 انش. ليش يعني جهاز ب 11 انش مايكروسوفت $150 تقريبا، ما ادري ليش الحركه دي. لو بنقارن برضو الحجم التراك باد، اتوقع بالضبط نفس التراك باد مال مايكروسوفت الحجم. اذا عندك مايكروسوفت سيرفس نفس الحجم، لكن مايكروسوفت سيرفس ما تقدر تضغط عليه من جميع الجهات، لازم تحت. الكيبورد الجديد مال ابل تقدر تضغط عليه في كل مكان، فشيء حلو. كيبورد فول سايز نفس مايكروسوفت، حجم كامل، حلو برضو. استخدامي له ممتاز، اغناني كثير عن اني المس الشاشه. يعني بعض الاحيان افتح الجهاز استخدم كل شيء بالتراك باد، المره الوحيده اللي يخليني المس الشاشه اني احيانا مثلا صرت طافي الجهاز عادي المس مرتين واسحب يفتح، ما يحتاج اني المس الشاشه. لكن لجيت اطفي الجهاز، هذه الحركه دي ابل لازم يشوف لها حل، ما ادري. ما ابي اطلع الشورت كات اني اضغط واطفيه او اسيستف تاتش عشان اطفي الجهاز، لكن ابل تشوف لها حل تطفيه، لاني لازم اضغط الزر هذا عشان اطفي الجهاز. هذا الشيء الوحيد اللي استخدمه، لكن استخدامات ثانيه كايباد كاي شيء ثاني استخدمه لا، ما يحتاج اني استخدمه بالحركه. فحركه ممتازه، افتح البرامج، اطلع من البرامج، اسوي قص، افتح سفاري، اسوي زوم في سفاري، اسوي زوم على الصور، ما يحتاج كلها بالكيبورد. اطلع من البرامج، يعني احس انه يعني اوقات كثيره استخدم الجهاز بدون ما المسه، وقت اللمس، وقت الكتابه بس. وهذا الشيء اللي عقدني في الجهاز الجديد. السلبيه الثانيه اللي هل راح اتاقلم عليها ولا ما ادري الى الان، يعني كيبورد كامل ممتاز الحمد لله، لكن دي الحركه. الحين انا بكتب، كيف اكتب؟ امسك القلم، لا انا ما راح اكتب كذا ولا راح ارسم كذا، فابي ارجعه، ابي اصفط الكيبورد. طيب ابي اصفط الكيبورد ارجع وراه عشان اكتب، ما في خيار. ابل انت ما اعطيتنا الخيار في الاجهزه القديمه، في الكيبورد القديم موجود عندنا. احنا اعطيتنا خيار هنا في الكيبورد الجديد اني اقدر اوقف اي خيار من الخيارات ديلي. نفس الحركه القديمه، القديمه كانت في اخر شيء وهنا بس. الحين لا، اقدر اوقف في اي مكان. حركه حلوه لان في هنج هنا موجود وفي هنج تحت موجود. فالاثنين هذه اللي فوق هنا اقدر اعدل الجهاز باي حركه ابيها، والثاني اقدر اوقفه باي حركه هنا ابيها. ما ادري يعني شخص بيوقفه كذا، لكن الهنج يعني قوي قوي، ما ادري كيف ابل مسويته، ما ادري الومنيوم تقريبا. فابي اقلب الجهاز، كيف الحين؟ طيب يلا ما ينقلب. ابل موقفته كذا ليش؟ لانه ما تبيك وانت تحطه بالغلط تزحفه زياده ويقلب الجهاز كامل، يطيح عليك مثلا. فهذا حده علشان الثقل ما يزيد ويطيح لك الجهاز. لجيت ابي اكتب كتابه عاديه، شو اسوي؟ لازم مثلا القلم هنا موجود، لازم افصل الكيبورد كامل واكتب، احطه كذا واترك الكيبورد واكتب. اما في الكيبورد القديم، ما ادري متى اخر مره فصلته، تسجل ان الحركه ذي ما عجبتني، توقفه هنا او تفصله وتوقفه هنا، حركتين بس. مع اني انا الحركه الثانيه اللي استخدمها دي على طول، ما استخدم الحركه الاوليه، لكن اذا جيت بكتب اشيله كذا افصله وارجع كذا ورا، خلاص الكيبورد ما اقدر استخدمه، اكتب على طول. طبعا شفت مقطع في اليوتيوب بيقول لك تقدر تكتب والكيبورد موجود بحركه جديده حطتها اظن، مع ان اتوقع ان اظن ما تدري عن الحركه ذي. حركة غبية انك اذا تبي تكتب الكيبورد موجود انك تقلب الجهاز تكتب كذا، خليه كذا
ليش يعني احمي الخلف ما حد يشوف انا قاعد اكتب، بس انه يقول لك هذه حركه حطتها انه يكون نفس الزاويه في القديم، يعني انك تقدر تحط كذا. ما رضيت اتعود عليه يعني. اوكي اضغط ينزل شوي ينزل، بس ما ادري ليش الناس يقولون لك كذا تكتب، ما بعرف يعني. او تقول لك بعد الحركه انك تبي تنزله كامل، تقدر تنزله كامل وتكتب كذا. ليش دي الحركه؟ انا اضحك على نفسي وانا اكتب كذا. بعد اشهر، بعد يعني 5 6 شهور، يعني لو رجعنا دوم في الكلاسات وكل شيء بالجامعه، راح اشوف ناس يكتبون كذا بالايباد في الكلاسات. احلى شيء مسوين الحركه انك تصير القلم يمك، هنا يكون قريب انك ترجع. طبعا لان الطاوله عندي راح يمسك، بس انك ترجع تسوي كذا. فاستخدم جهازي كثير بذي الحركه في الكتابه. يعني انا الجهاز حقي 90% من استخدامي له كله كتابه، كلها كتابة هوموركات والأشياء دي كلها في بالقلم. فأستخدم الحركة كثير. قبل ما أدري شو اللي سويت فيه، ما جبت عدل. مهم نشوف قدام، لأني صعب إني الحين راح أحط الجهاز. حركة تركيب الجهاز سهلة، بس تقربه يعني المغناطيس اللي حطته أظل بس ركب وقوي قوي. يعني أوكي تشوف إنك تفصله من كذا، ترفعه بذي الجهة يطيح عليك صوت قوي، يطيح عليك لانك رافع. يعني حركه مسوي حركه دار سطحه، يعني انك تحطه اذا جيت تبي تفصله تقدر تضغط عليه بخفيف هنا وترفع ينفصل. تقدر احيانا يعني ولو بالغلط رفعته بقوه مثل الحركه اللي قبل وطاح، ينفصل عليك، ينفصل لك بسرعه. اما اذا كنت بتشيله كذا وتمسك هذه الحركه ما يطيح. يعني في حركه في دراسه يعني اشياء سوتها ان كيف وزنت المغناطيس وكيف الجهاز او المغناطيس يدري انك بتبي تفصله او انك قلبه بالعمد وما تبي يطيح. فشوف كيف الحركه، الجهاز ما يطيح الى الان. مو متعود الحركه انا، يعني خوف انه يطيح الى الان، بس ما يطيح الجهاز. وكله مركب مغناطيس، يعني مو مركب باشياء قويه او شيء، فما ادري كيف كذا ما يطيح. لكن اذا مسكته بس ارفع بحركه خفيفه بس من تحت المغناطيس يطلع معك على طول ويرجع. اوكي حركه حلوه اني افصله واقدر اكتب عليه كذا. لكن شيء ثاني ما بعجبني، انا استخدم القطع كثير. القطعة هذا أنا شريها وسويت لها ريفيو عندكم، شفتها في القناة، تشبكها في الجهاز وتطلع لك مداخل. لكن الآن الكيبورد أو سماكة الغلاف الخلفي حق الكيبورد صارت أسمك من القديم، فالقديم شوي نحيف. هذه تركب في القديم، في قطعة هنا تقدر أفصلها وركبها، صار بس بدون الكيبورد وأشيلها كان بالكيبورد. هذا تركب في القديم، لكن في الجديد للأسف الحين ما تركب. مثل ما نشوف ما أقدر أركبها، في مسافة يبي لها زيادة عشان تركب. فهل استغني عن هذا عشان الكيبورد؟ اذا كان اشخاص عندهم ذي القطعه طبعا، وسويتها ريفيو اذا كنت تحتاجونها وتبون تشترونها. فهذا تقريبا اوفر اول حق استخدامي للجهاز. استخدام حلو ممتاز، البطاريه ممتازه. يعني اوكي اضاءه، ما الاضاءه اللي بتاخذ كثير مع الماوس، ما حسيت بفرق. يعني لو بتقارنه بالضبط يمكن ياخذ 5%. يمكن المدخل هنا عاجبني كثير، قبل من زمان كانت تسوي ذي الحركه اني الحين خلتيني ما اوكي اكسسوري بركب هنا ولا هنا ما احتاج. لكن الان خلتيني اني ما احتاج اي مكان محدد اجلس، عشان مثلا اخلي الجدار على جهه اليمين مع البلاج عشان اركب الشاحن. هذه الحركات القديمه كنت اسويها، وقبل ما تطلع كورونا كنت اروح الكافي استخدم الشاحن ذيك الجهه جهه اليمين. الحين لا خلاص، اروح اي مكان الشاحن اقدر اركبه ذي الجهه او جهه اليمين، فعندي نفس الخيارين. اللي عليه صار ما راح يكون شحن سريع نفس اللي مركب هنا في الجهاز. تقريبا يوم ركبته في الايباد على طول من 0 إلى 62% اعطاني ساعه، يوم ركبته هنا من 0 إلى 40% اعطاني ساعه. فانتو اهتمامك، تبي شحن سريع ركبه هنا، تبي شحن عادي ونجلس في مكان يعني في كافي شوب عادي ما بتهتم فركبه في الكيبورد. هذا المدخل الكيبورد، هذا الشاحن ما يدعم الاكسسوري، فابغى اعطيك الخيار انك تحطه في الشاحن هنا، لكن هنا تركب الاكسسوري اذا كنت تبي تستخدم الجهتين يعني. فهذه الاشياء كلها حق الكيبورد. كيبورد حلو ممتاز. الشيء اللي برضو يعني مضايق منه انه يجي تفتح الجهاز لازم ايدي يعني ماسكها من تحت، والجهه الثانيه اني افتح الجهاز ما في مكان محدد اني احط صبعي. قبل معروفه في الكمبيوترات انها تسوي لك مكان عشان ترفع الجهاز، ولو جيت ترفع الجهاز بايد واحده ما يتحرك الكيبورد، تقدر بيد واحده. هنا ما تقدر، ليش؟ لان لابتوبات ابل او كل اللابتوبات ان العتاد حق الجهاز كله تحت الكيبورد، الشاشه فوق ما فيها اي شيء، فخفيفه تقدر ترفعها، الكيبورد ما راح يتحرك، الجهاز ما راح يقوم معاك. لكن هنا للاسف الايباد هو مركب فوق، هو في الشاشه، فكل شيء موجود في الشاشه، ما في شيء تحت، فلو ترفع الجهاز ما راح يفتح معاك لانك قاعد ترفع الشيء الثقيل.
اما في اللابتوبات كل شيء تحت موجود، تقدر ترفع على طول. الانجل حق الجهاز ممتاز، يعني اقدر احط اي زاويه بسرعه، ما احتاج اسوي حركه. وبرضه لو بكتب كذا ما في هزات قويه حق الجهاز ما يتحرك. انا اشياء ما بعجبتني في الكمبيوترات الويندوز او خصوصا لابتوبات الويندوز ان الكيبورد تحت والشاشه واقفه فوق، حتى مايكروسوفت تقريبا اللابتوبات حقتها ان لو المس في الشاشه تشوف الشاشه تهتز. هذا حلتها، وهذا اللي خلاني اشتري السيرفس برو، لان السيرفس فيه هنج تحت، فاحطه كذا وحط الكيبورد ذي الوضعيه، ولو بلمس الجهاز بلمسه في اي شيء بسويه ما راح يهتز لان الهنج هو اللي ماسك الشاشه. فوقت ما المس الجهاز وهو ثابت هنا، دي الحركه حلتها أبل، نفس حركه الهنج بس بطريقه ثانيه، اني يعني فيه اهتزاز خفيف مثل ما نشوف، لكن مقارنه باللابتوبات الويندوز لا، يعني لابتوب شوي يلعب في الضغط في الهنج تحت. فحلتها شوي حلوه هنا، لانه تلمس لمس خفيف، لمس سريع في الاستخدام، ممتاز ما في شيء. التراك باد تقدر تستغني عن الشاشه 90% مثلا 99% في استخدامك العادي. اكثر البرامج دعموها او تقريبا كل البرامج الحين. الوورد حلو في الكتابه، فيه تقريبا ما في اي اخطاء الى الان. طبعا كمايكروسوفت الى الان ما دعمت الوورد بالخيارات الموجوده، لكن راح تدعم يعني قريب ان شاء الله. ككتابه كاستخدام يعني الى الان وانا استخدم احس اني قاعد استخدم تابلت او الجهاز مش مصنوع لحق الماوس الجديد. في تحديث جديد راح يستخدم الماوس، ليش؟ لانه اذا رقيت حق الخيارات انسرت ولا درو والخيارات الموجوده فوق الى الان ما تدعم لي انه يندمج او الدائره اللي تطلع ما تندمج مع الخيارات، لكن اعتبر اوكي اقدر استخدمها الى الان. ما راح تاخذ وقت كثير، راح تدعمها، يعني ما يحتاج اني اتكلم واقول لكم تدعمها، لكن راح تدعمها 100%. كل البرامج قاعد يدعمونها، لوما فيوجن دعمتها، تقدر تسوي اخراج لحق الفيديو بنفس لوما فيوجن مع التراك باد. ف اعطيك شوي ايحاء لحق فاينل كات كيف راح ينزل في الايباد، ان شاء الله راح ينزل قريب. حلو في الاستخدام، حلو في القص، يعني عادي بالنسبه لي. اقدر الان ازيد استخدامي في الايديتنج بالكيبورد على الفيديوهات في الايباد مع الكيبورد مع تراك باد، شيء حلو. البرامج تقريبا اكثر البرامج الحين يدعموها. ما ادري هل في اشخاص راح يشترون حق فورتنايت راح يستخدم الكيبورد بالماوس، لكن انت تخيل انك تشتري $350 عشان تلعب كيبورد العاب. كيبورد والاشياء ذي لحق اشخاص يبون شوي استخدام، يعني مثلا حاطه على المكتب، تخيل واحد عنده مكتب وجالس دوام ولا شيء، ما يحتاج لابتوب كبير. ايباد والماجيك كيبورد محطوط عندك على المكتب والمسافه كلها فاضيه وجهازك موجود، وتقدر تستخدم جهازك في العمل في 7 ساعات 8 ساعات، تصفح ايميل، تسوي الاشياء. اشوف ان الجهاز الايباد موجه مع الكيبورد الحين لفئه اقل من الناس، يعني قامت ابل تحدد لك الفئات حق الايباد. حركه حلوه عجبتني علشان تفصل الاشخاص اللي يبي ايباد اير، موجود الايباد اير، روح اشتروا ما في شيء، هنا مع الكيبورد مع الاشياء، يعني قامت توصلك للبرو، برو محدد يعني في الاستخدام. تبي اخراج حلو، تبي استخدام خفيف كيبورد رايح الكافي شوب، تبي تستخدم مع الماوس حلو. ثيرد بارتي راح يطلعون شركات ثانيه 100% الاشهر القادمه، راح يكون ارخص مع خيارات هنا الاضاءه، ما الاضاءات راح تنزل هنا، ما في اضاءه، لازم اضاءه تخش او انك تصعد فوق وتطلع الاضاءه. ف نشوف ابل ايش بتسوي قدام، او الشركات كيف راح يسوون، وهل راح يكون اسعارهم رخيصه ولا لا على حسب الشركه اللي بتسويها. لان ابل فتحت لك المجال تقريبا ان ثيرد بارتي ينزلون في كيبوردات. الان قامت تنزل حق ايباد اير ثيرد جنريشن، الايبادات ديلي نزلت لهم كيبوردات نفس الحركه من لوجيتيك. تقدر تفتحون موقع ابل تكتبون لوجيتيك، او تفتحون موقع لوجيتيك شركه معروفه، حتى لو بالعربي تكتبها لوجيتيك تطلع لك، تشوف الايباد اير 10.5 فيهم فئه لهم كيبورد منزلتهم خام حلو. الجهاز تقريبا زي القماش ما ادري كيف مسوينه حق الكيبورد نفسه مع تراك باد، لكن ما في يو اس بي سي في الجهاز، بس كيبورد وتراك باد حلو. يعني اذا كان عندك ذاك الجهاز تبي كيبورد والاشياء دي، نفس الحركه، نفس الخيارات، نفس الاشياء، تطلع من هنا تنزل من هنا، تروح يمين تروح يسار، نفس الخيارات. بس تقريبا هذا كل انطباع على الكيبورد. الكيبورد مثل ما قلت متوفر حق الجهازين ايباد برو 12.9 2018 و2020، وايباد برو 11 2018 2020، نفس النسخه ال11 والدا، تاخذ واحد بس من ال11 يركب على 2020 و2018، تاخذ النسخه حق 12.9 يركب على 18 و2020، نفس الحركه، لكن الفتحه راح تكون كبيره هنا من الخلف مثل ما نشوف. فبس ما ادري الفيديو هذا كل شيء، ان شاء الله عجبكم الفيديو وعجبكم انطباعي، واعطيتكم الاشياء اللي واجهتني انا. بالنسبه لي اضاءه حلوه، ما استخدم اضاءه كثير انا حتى في التابلوتات القديمه، انا ما اجلس في مكان ما في اضاءه، ما عجبني استخدامي للجهاز في اضاءه منخفضه، فاحب اني اجلس في الشاشه لازم اضاءه قويه. ففي اضاءه حلوه لكن ما استخدمها كثير حتى اللابتوبات القديمه مثل ما قلت لكم. ف
ان شاء الله عجبكم الفيديو وعجبكم انطباعي وكيف جبت لكم الميزات والسلبيات بوجهة نظري. ما شفت سلبيات ثانية، هذا بوجهة نظري، وانا ما راح اكذب معاكم. يعني لو شفت سلبية راح اقولها لكم. قلت لكم السلبية حق الكيبورد قلاء السعر، غير مبرر، لكن على سعر البرو ماشي معك يعني يمكن، لكن بالنسبة لي غير مبرر من أبل. الحركة الغبية إني ما أقدر أقلب الجهاز غير مبرر من أبل. أبل كانت تدرس الخطة تأخر زيادة، ما تعلن عنها الحين اللي تشوف لنا حل الحركة. أنا أيباد أخذ الحق دراسة كثير، لكن أبل حطت الخيار لحق أشخاص ما يستخدمون الكتابة بالقلم كذا كثير يمكن، أو يستخدمونه كذا بس تكتب حركتين. لكن أنا جيت أكتب ساعة مثلاً فاتح الجهاز وقاعد لكتشر وأكتب أشياء، مستحيل إني أكتب كذا، يعني حركة غبية إني أكتب كذا. ففي نهاية الفيديو مثل ما قلت لكم كتبوا لي تحت رايكم، وهل راح تشترون الكيبورد الجديد نزل عندكم في المنطقة ولا لا. مثل ما قلت لكم الموزعين المعتمدين حق الشركة، او اذا عندك ايباد برو او اماكن تبيع عليها ايباد برو راح يجيب 100% لحق الكيبورد مع العربي على حسب المنطقة حقتك، راح يبيع على المحل نفسه يعني اذا كان موزع معتمد. برضو عشان تسألوني ما يحتاج تشتري الكيبورد هذا والتراكباد، اي تراكباد عندك راح يركب عليه بالبلوتوث، يعني اذا كان يشبك بالبلوتوث او ماوس، اي ماوس سوي له اقتران، تخش الاعدادات شغل البلوتوث حقتك الماوس يشبك عليه اي ماوس. اي تراكباد برضو أبل تبيع تراكباد منفصل، تقدر تشتري تراكباد منفصل موجود في موقع أبل تشتري وتقدر تستخدمه، او شركات ثانيه، فما يحتاج تشتري الكيبورد هذا. لكن اذا كنت تبي مشبوك لازم هذا الخيار الى الان، يعني يمكن بالمستقبل يطلعون لك واحد ثاني، لكن كماوس اشياء ذي الخارجيه تقدر تشتريه من اي موقع ثاني يعني. فكتبوا لي تحت هل راح تشترون ولا لا. وفي نهايه الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناه ونشر المقطع، لايك المقطع، في تعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسون فضل دعاكم، وانتظروني فيديو الايفون SE بكره بعد بكره بالكثير. السلام عليكم.